صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز زيارة مدائن صالح للمشاهدة والاعتبار؟ أما قصدها والسفر إليها فلا يجوز، لكن من مر عابرا لا يقصدها فلا بأس أن يدخلها، بشرط أن يكون باكيا خائفا، لا يكون يعني متفرجا فقط، لا يكون متفرجا ومطمئنا أو يمدح هذه الدولة وهذه الأمة بما يجد من آثارها يفتخر بذلك، هذا لا يجوز. لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في طريقهم إلى تبوك، إلى غزوة تبوك، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابه. الذهاب للتفرج والإعجاب لا يجوز. أما من مر غير قاصد لها ودخلها لأجل الاعتبار والخوف من الله عز وجل فلا بأس بذلك. نعم.